كنت لسه هسألك على جماهير النادي الأهلي، كان في اليابان كان موجود كمان، يعني كان في يمكن العدد صغير شويه، لكن يعني كان الصورة دي يا كابتن هاني، الصورة دي من ماتش اوكلاند في اليابان. ها في اليابان ماتش اوكلاند يعني شايف الجمهور النادي الأهلي ورا النادي الأهلي في كل وقت في كل مكان، طبعا. ويعني حتى لو رحت اليابان هتلاقي جمهورك وراك. الحاجات دي يا جماعه لما فريق النادي الاهلي والجيل اللي موجود من اللعيبه دلوقتي يشوفها يعرف هو داخل على ايه. كمان فكره مشاركه في كاس العالم للانديه، احنا عندنا في الفرقه اعتقد مفيش كابتن وليد سليمان، كابتن رامي ربيعه، كابتن سعد سمير اللي لعبوا كاس عالم انديه في 2013 كانت اخر مشاركه للنادي الاهلي قبل المشاركه اللي جايه بقى باذن الله. اعتقد انه هيحكوا لبقيه اللعيبه على الكلام ده، فكره ان جمهورك وراك في اي حته في العالم. ده حقيقي وبتدي حوافز، رغم ان هم كمان يعني من خلال طبعا معرفتي باللعيبه وكلامي معاهم هم كمان بالنسبه لهم حلم، زي ما انت قلت يعني 99% ما لعبش كاس العالم للانديه بالنسبه لهم ان هم كمان هيتواجدوا على الساحه العالميه. وارد جدا ان احنا نلعب البايرن بطل اوروبا، تخيل كميه المشاهده على مستوى العالم هتكون عامله ازاي، كميه الفاليو اللي بياخدوا اسم النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي لما بيتحط مع هذه الانديه. اعتقد كل دي مكاسب حتى يعني بعيدا عن الفنيات، يعني مجرد المشاركه في هذه البطوله دي مكاسب ماديه كمان ومكاسب معنويه كبيره جدا. اعتقد كمان لو كان الظروف افضل من اللي احنا فيها دلوقتي والكاس العالم للانديه مش هيبقى في اليابان، ده هيبقى في دوله برضو عربيه، فاعتقد انه هيبقى في جمهور كتير جدا عكس كل مره شارك فيها النادي الاهلي في البطوله. بمناسبه نسخه 2006 يعني اعتقد انه ابو تريكا كان هداف النسخه دي 3 اهداف، فلافيو كان تاني الهدافين بهدفين، الجوائز كان فيها ما الجوائز كان فيها يعني انت عندك الهداف وتاني الهدافين عندك في النسخه دي وانت واخد مركز ثالث، يعني انت حتى مش واخد ميداليه طبعا، وفجاه تلاقي انه افضل لعيب هو ديكو اللي هو برشلونه جه لعب ماتش وخسر. يعني اعتقد ان كان فيها تدخل للرعاه بشكل كبير جدا في اختيار مين ياخد الجوائز، وانه دايما بيبقى التفضيل لاوروبا شويه، انه يبقى النجم من فرقه الفرقه اللي جايه من اوروبا بطل دوري ابطال اوروبا علشان الرعاه. كان في رايك يستحقها ابو تريكا؟ كان يستحقها ابو تريكا طبعا في الوقت ده انه يكون افضل لاعب في البطوله، وفي نفس الوقت كمان البطوله دي كمان يعني شهدت مولد نجوم. يعني بمناسبه ماتش انترناشونالي كانوا في قمه الفرحه ان هم قدروا يتخطوا النادي الاهلي، وكان ميلاد نجم اسمه الكسندر باتو اللي بعد كده لعب في الميلان بالظبط، هو المباراه دي اللي شهرته واللي خلت الناس تعرفه لما اظهر مهاراته لما خد الكره على كتفه في الصوره اللي احنا شايفينها دي كده في هجمه على الخط والجول الاولاني والكلام ده. اعتقد انه البطوله دي كانت مميزه في كل شيء يا كابتن هاني، حتى في نتيجتها كانت مفاجاه، يعني الانترناشونال يصعد على حساب الاهلي بالعافيه طبعا بالعافيه مفاجأة. ويقدر انه ياخد البطوله من برشلونه في ماتش كان ممل جدا، يعني برشلونه بيني وبينك يعني انا متهيألي ما راحش، يعني كان احسن ما كانش روح بالظبط. يعني لا هو كمان انا فاكر الماتش كويس جدا، ما لعبش كوره والجول جه في اخر 10 دقائق اعتقد، والموضوع انتهى وفجاه برشلونه بقى مركز ثاني وانترناشونال بقى بطل المسابقه. اعتقد انه لسه في نسخ هنتكلم عنها بعد كده.